الاحتلال الوطني. وتوصل الى نسب يعني جزء كافي يعني باعتبار التمثيلات العامه كافيه مثلا في تقريبا 43%. والبطاله هذه نسب البطاله هذه زي ما تحكي على العاملات في الريف، البطاله هذه كارثيه خصوصا في صفوف النساء، يعني في هالمناطق هي مناطق مهمشه والمهمشات ضحايا تهمش الاولين هم بطبيعه الحال النساء. يعني البطاله في صفوف النساء هي 2 إلى 3 اضعاف معدل البطاله في المتوسط في تونس. الشيء الاستنتاج الثالث فيما يخص التركيبه الاجتماعيه والمهنيه هي اللي تقالت في مساله التعليم، ان نشهد يعني اعاده بشكل فج على في كونتري على المستوى الجرافيك، يعني اعاده فجه لانتاج هذه الهشاشه من جيل الى اخر، على لانه اسئلتنا ترحل على الابناء والاباء. شوفوا معناها cette structure hacha تعيد انتاج نفسها بين جيلين، العصوبه البريكاريتي تعيد انتاج نفسها بين جيلين ولو اختلفت بعض الشيء في الشكل. معناها الاباء جيل اباء وقت نسالهم على ايش يعملوا الاكثريه تجيب بانه عامل يومي، ما نلاحظه تقريبا اختفاء العامل اليومي وتعرف مين باش يعيش بمهن اخرى مثل عامل الحدائق ولا عامل يومي في التجارة إلى آخره. وكذلك إضافة إلى هذا ما عندها فيما يخص الاستراتيجية هذه تدني العمل كعامل يومي في الفلاحة، تدني وهذا يعكس بطبيعة الحال أزمة الفلاحة، معنى أزمة العالم الفلاحة بشكل عام. السمة الثالثة اللي نلاحظوها واللي أحكي عليها الزميل في البدايه هي مساله الدراسه، التفاوت على مستوى التعليم. احنا ما درسناش في مختلف الدراسات اللي كنا بها ما درسناش وضع المؤسسات التعليميه هو اللي هو يستحق وحده دراسه بطبيعه الحال، لكن وقفنا على ظاهرتين فيما يخص التفاوت في قضيه التعليم. الظاهره الاولى اللي شافوا فيها زملائنا في من خلال دراستهم على الانقطاع التعليم اللي هو معادلات انقطاع التعليم تفوت معادلات انقطاع التعليم في المناطق الاخرى. لكن الشيء الثاني انه اللي وقفت عليه هو كذلك انحدار قيمه التعليم. وقت اللي نسالوا الشباب لماذا الشباب يدرس لماذا يدرس، الاجابات اللي توصل لنا بشكل اساسي نقرا باش نفرح دعنا باش يعني الدراسه مش دراسه لانه الدراسه في المجتمع هي واحد باش يتعلم ولا باش هي مصعب اجتماعي او تمكن من شغل الى اخره. ندرس لانه في ضغط العقل نواصل الدراسه لانه قيمه الدراسه هي قيمه عند الاباء والامهات وخصوصا الامهات هي اكثر من الابناء نفسهم. وهذا الانحدار في قيمه التعليم نلاحظه كذلك عندما نسال عن سبب الانقطاع. في نسبه عاليه بطبيعه الحال قدم السبب الاول عن الانقطاع هو الظروف الماديه، لكن في نسبه عاليه في حيطان في دوار هيشتر في قصرين في الهيبه في بلدان انقطعت عن الدراسه لانه ما عادش رغبه في ذلك. يعني النسب مثلا 43.9% في تدريبها من جردات 61%، والنساء تقريبا نفسها في حاجة لهم في دول الشرق. تمشي بسرعة، السيرة الرابعة هي مسألة الحوكمة، لا جوفرنونس، لا جوفرنونس دومينونت معناتها في المناطق المهمشة. في شكلين يعني تاريخيين حتى لو انه تقاطع او تكامل الشكلين للحوكمه. الشكل الاول هو الشكل اللي نلقاه يمكن انكارناسيون بارفيت في الغيبه عبر اون غوفيرن عبر المساعدات، مساعدات تقدم للمعوزين والموالين واللي تعوض السياسات العموميه التنمويه واللي تشكل للحزب الحاكم تاريخيا والسلطه اداه لبناء شبكات ولاء ورقابه على المواطنين واللي هي تمكن من بسط النفوذ وامتصاص
الغضب او امتصاص المساله الاجتماعيه. الطريقه الثانيه في الحوكمه اللي هي تتاكد وتظهر اساسا بعد سنوات التسعين هي الحوكمه لا غوفرنونس بار لو ليسي فير، يعني خصصت الدوله ترافق معها تغاضي عن الاجهزه الاقتصاديه غير قانونيه او تجاره موازيه او تجارات اخرى او سوق سوداء او سوق موازيه الى اخره، اللي مكنت على فوا من امتصاص بعض من البطاله وكذلك مكنت الفاعلين المقربين من الدوله من تحقيق ارباح عبر الانخراط في هذه الاشكال هذه ولا الاقتطاع منها من الايكونوميه هذه ومراقبتها. السمه الخامسه واللي تظهر لنا هامه جدا هي مساله الوصمه الاستيغماتيزاسيون. وقت اللي نسالوا سكان البلاط، وقت اللي نسالوا سكان الذهب، وقت اللي نسالوا سكان البلدان شنو تمثلهم لانفسهم، كشنو يراوا انفسهم، الشيء الاول اللي يبرز هو التهميش. يعني خمسه في حوالي 80 واكثر من 80 90% مثلا في البلدان، في بعض الاحيان نزيدوا عليها تهميش وعقوبه كما هو الحال في الجنوب. يعني هذا التعريف صالح بقطع النظر على الجنس، على مستوى التعليمي، على السن. هذه معناتها التعريف هذايا، cette façon de se présenter transcende معناتها وتمثل هويه جمعيه للناس وصوت نتاع مصير اجتماعي، اللي هو في حقيقه الامر اللي يقود السرديه اللي عندنا منذ 56 سنه، الوحده الوطنيه والدوله الواحده، ويكشف عن تفتت حقيقي مناطقي اللي هو واقع مش تصورات، واللي عنده انعكاسات كذلك على مستوى الذاكره الجمعيه اللي راهو في كل مكان معناها مختلف. كذلك كيف يعرف الناس انفسهم؟ يعرفون انفسهم على انهم مهمشين، ثم يعرفون انفسهم على تاريخهم الذي لم يعترف بهم، فلاجة، مقاومة، ثورة 1912 في كسرين، ثورة الثورة الأولى تاع 17-18 في المفيدة بالدردان معناتها لا ريزيستونس في البلدان والحركة المسلمية إلى آخره. ف في مسألة جوستومون نحكيو فيها الريباراسيون وإعادة الاعتبار، في كذلك إعادة الاعتبار للتاريخ، هذا التاريخ الذي كتبه المنتصرون وفرضه المنتصرون على ال أوكي. السمة السادسة هي قضية التهميش السياسي. بالتأكيد هي التهميش السياسي موجود في كل مكان، مش خاص مشترك فقط للمهمش المناطق المهمشة، لكن بالتأكيد يتجاوز في المناطق هذه. واللافت اللي راوا من خلال دراستنا، اللافت هو ضعف التنظم النقابي في الجهات المهمشة، واللي هو يعكس جوستومون العقوبة البريكاريتي والتركيبة العامة الاقتصادية والاجتماعية. الوجود النقابي أو عندما نسأل عن الانخراط في النقابة، المعادلات بين 1.5% على أكثر تقدير، واللي كما قلت وجه آخر للبطالة ووجه آخر للهشاشة. السيمة الأخيرة يلزمني نسرع، واللي رميناها يمكن كانت البوان دورك نتاعها ديسمبر 2010 جانفي 2011 اللي هي تاريخيا ابعد من هذا، انه كل هذه الهوامش اصبحت اليوم بشكل تصاعدي منذ عشرينتين رافعه وفضاء للاحتجاج الاجتماعي. معناها ذهبه ما نعرفوهاش يمكن في تاريخنا ونكتبوها زاد 2007 صيف 2010 من كردان، نعرفوا جويلية وأوت 2010 في سيدي بوزيد قبل ديسمبر 2010، كسرين جانفي 2011 ثم جانفي 2016، وما نشهدوا إلى اليوم في جندوبة إلى آخره. دونك الحراك هذا الاجتماعي اللي أصبح من الهامش إلى الداخل أفرز أشكال جديدة من الحراك، أفرز أشكال جديدة من الضغط، قطع طرق، اعتصامات.